أناستاسيا، تعالي، ليش واقفة عندك؟ رحت على الحديقة السرية لشوف الياسمينة وشم ريحتها. أنت سميتيها الحديقة السرية؟ إيه، أنا هيك بسميها. بتعرفي إنه أنا وإنتي من دون ما نعرف منسميها نفس الاسم؟ هي المكان الوحيد بالقصر اللي برتاح فيه. كل لحظاتي الحلوة عشتها بهالحديقة، وهنيك التقينا أول مرة. شو عم تقرأ اليوم؟ هي مقالة من إبداعات وأجمل ما كتب شمس الدين التبريزي. هذا شاعر من بلاد الفرس وعاش على أرضنا فترة منيحة. اسمعي، عم يقول: هل القلب من يأمر الإنسان بالحب، أم الوحدة التي تدفعه إلى ذلك؟ ما هو الحب حقيقة؟ هو أن تكون نارا لشمعة، أو أن تلمس النار المشتعلة. بس ما أكون اجيت بوقت غير مناسب. مو مشكلة، اسمحوا لي. أنا مولاي، مولاتي السلطانة، سلطانة. أنا ما بقدر أعطي منصب الوزير الأعظم لمين ما كان، والشخص اللي ببالي هو درويش. سلطانة صفية رح تكون سعيدة بما أنه رح يكون صهرة. طيب في حدا تاني ببالك؟ هلأ أنت بالآخر أكيد بتعرف شو هو الصح، بس بظن في أحسن من درويش. برأيي محمد باشا هو بالأساس أمير، وعداوته مع السلطانة صفية معروفة وقديمة كتير، وما بيوطي لراسه مهما صار. ودرويش بيوطي برأيك؟ أكيد لا، بس إذا صار هو وزير أعظم بهالسهولة ممكن راسه يكبر، والأفضل يطلع السلم درجة درجة ليعرف قيمة المنصب اللي هو فيه. وغير هيك مو شايفة أي مبرر للمغامرة بأكثر باشا بنوثق فيه.
مولانا سلطان حابب يعزم سلطان الأم على الأكل يا حجي آغا، خليهم يجهزوا الأكل المناسب. راح خبرهم يا آغا. مولاي السلطان، أنا كنت بدي خبرك من مدة بس اللي منعني الخوف، اللي قتل أبوه واللي قتل كبير الحكمة ريحان آغا. حضروا طبق الرز مع اللحم وجهزوا الفواكه، تحركوا. ريحان آغا، شو هالسفرة هي؟ ما بتليق بجناب السلطان. أهلا درويش باشا. مولانا والسلطان الأم قاعدين على التراس برا. ليش أنت من أمتى بتهتم بسفرة مولانا؟ منيح أنك هون يا درويش. مولاي، أنا والسلطانة الأم كنا قبل شوي عم نتشاور. بتعرف إنه وزيرنا الأعظم فواز علي باشا مات، ولازم إنه عين حدا مكانه. أنا حابب أخذ رأيك بالموضوع. أنا جاهز وتحت أمرك مولاي. لا تطلعي فيني جولجي، أليكس وعدني إنه يساعدني، متأكدة إنه حيجي. ريحان آغا، قال حضرتك طالبني. مولانا السلطان بعد ما يخلص عشانه وجلالته انه يروح على الحديقة الخاصة. هاي البنت اللي اسمها ناسيا، مدري مهبيكار مدري شو، حضرته طالب يشوفها هنيك. روح خبر بلبل انه يجهز البنت. تحت امرك يا اخ. يلا يا أليكس تعال، بس متأكدة إنه حيجي، بترجاكي خلينا نستنى شوي. أنا غبية يلي صدقتك، كان لازم أهرب لحالي.
ياخده قبل ما يقرأ أحمد، لأنه إذا شافه ما بقى فيني أهرب أبدا. مهبي كارخانم، وين كنتي مختفية؟ دورت عليكي بقطك وسألت عنك كل الجواري، بعدين شو هالمنظر هاد؟ أنا كنت بالجنينة. كنتي بالجنينة؟ معقول تطلعي قدام مولانا السلطان بهالمنظر؟ مولانا طالبني؟ ايه، مولانا عم ينطرك بالحديقة الخاصة. شو رأيك نخليه يستنى حضرتك ليوم تاني؟ يا آغا يلا خدوها، ويكون بعلمك رح تتحملي مسؤولية منظرك قدام مولانا يا خانم. انت شو عم تساوي؟ أحمد، مكتوبك لمولانا وقع بإيدي، بعرف إنك بتتذكر يا خانم. والله طلعت بنت مانك سهلة، لو حكيتي وقتها كنت طلعت بروحك. شكلك رح تجيبي لي وجع راس، كانت فرصة سعيدة يا خانم. رح خلص عليك يا أستاذ. يا موتي موتي، روحي فهمني انت شو عم تعمل. ريحان اللي بشوف احكي ركني. ركني لحق درويش، روح وقفه بدل ما تقعد تحقق معي. هي بتعرف كل الموضوع. شو اللي بتعرفه؟ بانه بدي اتخلص منها لأنه سيطرت على عقل مولانا، وإذا ما وقفت معي وساعدتني يا درويش حتروح علينا كلياتنا. درويش هيك بكون أنقذتك وأنقذت حالي. أنا بهداك اليوم كنت بدي أهرب، بس ضيعت الطريق. وصلت على غرفة وكان فيها ريحان آغا، كان معه واحد وعم يحكوا مع بعضه. لو كان سم كان بين من الأول يا كبير الحكمة. بعدين شلون بدك تثبت هذا الشيء لمولانا؟ هذا النوع بطيء المفعول، وإذا تاخد منه مع الوحدة ما له أي تأثير، بس إذا تاخد بكميات قليلة ولمدة 40 يوم وقت السم بياخد مفعوله. والمرحوم مولانا السلطان اغتالوه بهالطريقة بدون ما حدا يحس. شو هالسمات؟ ومين عنده الجرأة إنه يعمل هيك شيء؟ وهالشي كمان اكتشفته لأنه مو أي حدا بيعرف يطبق هيك نوع من السم. وبعدين شو صار يا ناسيا؟ الآغا قتله للحكيم المسكين،
انت غلطت يا درويش باشا. ريحان كان لازم يضل عايش، هو مات واخذ كل اسراره معه. اذا صحيح انه ابن السلطان محمد خان مات بالسم، كيف رح نعرف مين ورا هالشي؟ اضطريت اقتله مولاتي. الخاين حاول يقتلني انا كمان. ارجعي على اوضتك ناسيه. حجي اغا، انستازيا بحمايتك وبتقول لجولجي ما تتركها لحالها ولا لحظه. تحت امركم مولاي. فيكن تروحوا. حقق بالموضوع بنفسك يا درويش باشا، مين هن رجال ريحان؟ وين كانوا يلتقوا؟ وشو هي تحركاتهم؟ بدي أجوبة على كل هالأسئلة. تحت أمرك مولاي، رح بلش بالتحقيق فورا. دخيلك تلطف فينا يا رب. مين؟ مين ممكن إنه يساوي هيك شيء؟ مين هو اللي ممكن إنه يتجرأ ويقتل سلطاننا المرحوم؟ أول شي لازم نفكر فيه هو مين أكتر واحد مستفيد من نزول ابننا عن العرش. دستور مولانا السلطان أحمد خان. انت ليش خبيتي الموضوع عني؟ لسه مخبية شغلات انا ما بعرفها؟ لا ما في شي غيره. بترجاك سامحني مولاي، انا بعرف اني غلطاني، كان لازم اقول لك وما اخبي عنك، لانه كان ممكن يقتلوك الك كمان. شو كنتي رح تعملي لو كانوا قتلوني؟ بتكوني مبسوطة ولا رح تحزني لأني فارقتك؟ شو هالحكي؟ أنا بموت. ليش؟ عم تسألني؟ ما بتعرف جواب هالسؤال؟ سيم دي نوفتو توريسو ماكستو ديا. عربي يا بنت، احكي عربي، ممنوع تحكي بغير لغة هون. يا ترى هاي العرباية مصنوعة من الذهب؟ ومن الذهب الخالص كمان. هي هدية ملكة إنجلترا الملكة إليزابيث للسلطانة صفية، هدتها إياها من سنين. طلعي مزبوط مثل ما بيقولوا إنه الدنيا حظوظ. وين كنتي جولجي؟ نسيتي شو قال مولاي؟ ممنوع تغفل عينك عنها ولا لحظة، مفهوم؟ بلكي أكلوا من الخان وشقفة. وينه؟ أليكس، أنت واحد كذاب، مو بس كذاب، لا، وجبان ومخادع، كان ممكن موت وانكشف لسببك. أنا اللي كنت رح موت؟ شو مانك شايفة وشي؟ ماني جبان يا أنستازيا، أنا هربت من المعسكر لأجي لعندك، بس لسوء حظي كشفوني. بس أنا وثقت فيك يا أليكس، على أساس تجي وتهربني من القصر. ولساتني عند وعدي، رح ساعدك إنه تهربي ورح أفتح لك الباب، أنا ما عم كذب عليكي.
إذا فكرت إنك تخلف هالمرة. لا ما رح أخلف ورح طلعك من هون. أكيد رح أجي. خلاص روحي أنتي. اسكندر مولاي السلطان. خير؟ شو صاير؟ شبه وشك مزرق هيك؟ خناقة يا مولاي. بالحقيقة أنا طلعت من المعسكر بنص الليل، كان عندي فضول كبير إنه أتعرف على هالمدينة، وفجأة طلعت قدامي مرة. بس ما تكون هالخانم اللي ساوت هيك؟ حاولت إني أنقذها من قطاع الطرق. يعني منستنتج إنه التدريب عم يروح خسارة. يلا أعطيه السيف لشوف. هنن كانوا أكتر من واحد مولاي،